السلام عليكم مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم، معكم رائد الخضر من Equity Global Markets. نتحدث في هذا التقرير عن أهم الأحداث المؤثرة والمحركة للأسواق إجمالا خلال تعاملات هذا الأسبوع، حيث تنحصر أهمية البيانات في يوم واحد خلال تعاملات هذا الأسبوع وهو يوم الأربعاء. مع مطلع تعاملات يوم الأربعاء ننتظر فيه أولا أرقام التضخم الأسترالية، حيث من المتوقع أن ينمو مؤشر أسعار المستهلكين عن الربع الثاني من هذا العام بحوالي 0.5% بالمقارنة مع القراءة السابقة التي كانت عن الربع الأول ب 0.4%. وطبعا الدولار الأسترالي على موعد مع تعليقات مهمة بعد بيانات التضخم لمحافظ البنك الوطني الأسترالي، من المتوقع أن تكون أي إجراءات تحفيزية أو تشديدية أو نظرة تشديدية في السياسة النقدية قد يكون لها أثر كبير في رفع تعاملات الدولار الأسترالي، وبالتحديد أمام الدولار الأمريكي الضعيف نسبيا والذي لا يزال دون أو عند أدنى مستوياته في 13 شهرا. أيضا يوم الأربعاء ننتظر من UK بريطانيا كذلك بيانات التضخم، حيث من المتوقع أن يحقق التضخم نمو بثلاثة أعشار بالمئة عن الربع الثاني من هذا العام مقارنة مع القراءة الأولى التي كانت ب20% فقط. طبعا فشل التضخم بتحقيق المستويات المتوقعة في قراءة الشهر الماضي وتراجع دون التوقعات، وذلك أثر أيضا على الجنيه الاسترليني بالضغط بالاتجاه السلبي، كون أن البنك المركزي البريطاني كان ينتظر ارتفاعات التضخم بشكل أكبر حتى يتجه لرفع أسعار الفائدة. بالتالي من المهم جدا الاستمرار بمتابعة أرقام التضخم البريطانية. وأخيرا في تقريرنا لهذا اليوم سوف نتحدث عن بيانات أيضا يوم الأربعاء منتظرة مهمة، وهي من الولايات المتحدة الأمريكية والفيدرالي الأمريكي وقرار رفع أسعار الفائدة وبيان السياسة النقدية، حيث من المتوقع أن يبقي الفيدرال الأمريكي على مستويات أسعار الفائدة في هذا الاجتماع عند مستويات 1.25%، ولكن الحديث في بيان السياسة النقدية سوف يكون أنظار جميع المستثمرين متجهة إلى أولا كيفية تخفيض ميزانية الفيدرالي الأمريكي، أو إذا كان هناك أي حديث حول هذا الأمر، وأيضا عن نوايا ونظرة الفيدرال الأمريكي للفترة القادمة، هل سيكون هناك استمرارية للتوقعات برفع أسعار الفائدة في الاجتماع قبل نهاية هذا العام أو اجتماع الشهر الأخير من هذا العام، خصوصا أنه بدأت تتراجع بشكل كبير إمكانية رفع أسعار الفائدة في الاجتماعات القادمة، خصوصا أيضا مع التغيرات والجو أو عدم اليقين الذي يكتنف الأسواق الأمريكية والوضع السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية بعد فشل تمرير أجندة جديدة للقطاع الصحي بديلا عن أوباما كير أو برنامج أوباما كير. آخر نقطة هي يوم في تعاملات يوم الجمعة ننتظر بيانات الناتج المحلي الإجمالي نمو في الولايات المتحدة الأمريكية عن الربع الثاني والتوقعات عند 2.6%، وكأنها تأكيد على أن الاقتصاد الأمريكي يبلي بلاء حسنا، ولكن الدولار الأمريكي تحت ضغط سلبي وبالاتجاه الهابط نتيجة عدة عوامل أخرى أهمها عدم اليقين وعدم الوضوح في الوضع السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية.